تسترجع مرة ثانية لفترة قصيرة. نعم، ثم الانطلاقة في هجمة أخرى عن طريق لاعب سانشيز، يلعب على الجهة اليمنى مع دانيال فاس. كرة هائلة من دانيال فاس، ليس هناك تسلل، راحت انطلاقة خطيرة. جول 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 جول، اللعبة من أروع ما يكون لعناصر فريق سيلتا فيغو. ياغو أسباس يفتح مجال التسجيل للسيلتا عند الدقيقة 20. ثنائية من أروع ما يكون بين ماكسي غوميز وياغو سوا وياغو أسباس، مسجلا هدفه الثامن هذا الموسم في الكامب نيو أمام برشلونة عند الدقيقة 20. هربة واحدة كانت كافية للفريق الضيف. هل كانت هناك وضعية تسلل أم لا؟ أبدا 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 لم تكن هناك وضعية تسلل يا بيكي. خروجك كان متأخر، تيرشتيغن كان رائعا، ولكن ياغو أسباس كان متابعا جميلا وجيدا وسجل الجول الأول لسيلتا فيغو على البارسا في الكامب نو. جول رائع، التمريرة من ياغو أسباس، شوف تيرشتيغن بروعة أنقذ مرماه من جول، ثم جاء من بعيد ياغو أسباس أمام شباك شبه خالي فارغة وسجل جول الأول لسيلتا فيغو بعد 20 دقيقة لعب، الهدف الثامن لياغو أسباس مع فريق سيلتا فيغو هذا الموسم. ميسي، سامويل أومتيتي، ميسي مرة ثانية، ليو يبحث عن المراوغة، يجد إنييستا، هيل الكرة، سويس، وراس وراس وراس، بابا خطيرة، جول فعلا ليو، عدل النتيجة لبرشلونة. جول الهدف الثالث عشر من المنقذ ليو ميسي، هو اللي كان صاحب الكرة الأولى، هو اللي كان صاحب الكرة الأخيرة. خدوات خلل في دفاع فريق سيلتا فيغو، سرعة فائقة في الأداء وصلت لليو ميسي، عدل النتيجة، وكأن أمرا لم يكن، وكأن السلطة لم يسجل والبارسا لم تعدل. ولو أن ياغو أسباس سجل هدفا ثامنا وليو ميسي سجل هدفه الثالث عشر هذا الموسم، شوف اللعبة رغم الكثافة العددية، لويس واريز، بوسكيتس، وميسي خرج من هنالك، خرج من المكان الذي يحبذه، تبع الكرة، أحس التهديف رائع، وصلته هذه الكرة وسجل جول، هدف التعديل لبرشلونة عند الدقيقة 22 من عمر اللقاء، هدفان فقط، دقيقتان فقط بعدما سجل سيلتا. بوسكيتس، جوردي ألبا على الجهة اليسرى، يخرج له دوني سواريز، جوردي ألبا في الوسط، ليو، ليو، جوردي ألبا، ولا لا، با 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 با، جول. خدوات واحد اثنان ثلاثة، ليو ميسي هو المبدع، هو الصانع، هو المحرك، هو الممرر. ليو ميسي لجوردي ألبا، جوردي ألبا لسواريز، وتفك العقدة، يسجل سواريز هدفه السادس في الدقيقة 17 من عمر المباراة. لعبة من أروع ما يكون على الطريقة الكتالونية، على طريقة البارسا كالمعتاد، استلمها ميسي في وسط على خط العشرين متر، مررها ببراعة لجوردي ألبا، هو الممرر، هو المستلم، لم يكن في وضع التسلل جوردي ألبا. يا سيستو كسرت وضعية التسلل، ولويس سواريز يسجل جول ثاني لبرشلونة عند الدقيقة 17. ليو جوردي، جوردي لوي، ولوي وجول، هدفان مقابل هدف واحد، صارت النتيجة لبرشلونة بعد 63 دقيقة لعب منذ انطلاقة المباراة. سواريز لا يضيع كرات مثل هذه وتمريرات من مثل هذه الأماكن، وجول ليو ميسي في إطار المرمى، يعني في العارضة الأفقية أو القائمين الأيمن والأيسر، أكثر لاعب في أوروبا كرة انطلاقة. ياغو أسباس، 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 با 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 با، أسباس، جول جول جول، ثنائي من ذهب هذا، ياغو أسباس وماكسي غوميز، في الأول سجل ماكسي، في الأول سجل ياغو أسباس، وفي الثانية سجل غوميز جول التعديل عند الدقيقة 70 من عمر المباراة. هذا سيلتا فيغو يا برشلونة وليس فريق آخر، يتمكن من تعديل النتيجة مرة ثانية بفضل الثنائي ياغو أسباس وماكسي لوبيز. سبع دقائق بعد تسجيل هدف الثاني فعلها ياغو أسباس، انطلق من أمام أومتيتي
الذي تأثر بشد عضلي. ياغو أسباس راح، ياغو أسباس دخل، ياغو أسباس مرر، وماكسي لوبيز سجل جول. هدفان لهدفين، أربع أهداف شفناها لحد الآن في الكامب نو. سيلتا فيغو يفعلها ويعدل النتيجة أمام برشلونة. استلمها رقبها وحطها بوم في الزاوية اليمنى معدلا النتيجة. بيكي موجود داخل إطار المرمى، ومع ذلك ماكسي لوبيز سجل هدفه السابع هذا الموسم مقابل ثمان أهداف لياغو أسباس. البارسا تتلقى هدف التعديل وتخسر سامويل أومتيتي الذي يبدو متأثرا بشدة.